السلام عليكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق بالحديث عن فتاة تدعى سهيل بودالي من ولاية معسكر وتبلغ 23 سنة، اختفت عن الأنظار مع سيارتها بعدما ذهبت لتوصيل أحد الأشخاص يوم 13 نوفمبر 2023. تابع الفيديو للأخير. أنا راني محروقة، راني محروقة، أنا راني قاعدة محروقة على بنتي، أنا من عرفت ليش بنتي راني محروقة عليها، زوينة أنا كنت جايبة في أمك، زوينة، زوينة بنتي روح عيني، لا بغيت نربي، لا بغيت نربي، لا داس لي بنتي قوي خليني بنتي تجي. تقولي بنتي جينا من الجامد، أنا حركت من الجامد، أنا كديت من الجامد، أنا بنتي من الجامد، أنا خديك أمه.